ഇല ഹദറത്ത് ഹബീബിന ഷഫീഇന മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അർറഹ്മാനിർ റഹീം, മാലികി യൗമിദ്ദീൻ, ഇയ്യാക നഅബ്ദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ, ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا مولانا محمد. اللهم وصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا شفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات ملائكة الله المقربين وإلى حضرات أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحاب البدريين والوحدين وسائر الصحابة والكرابة عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات جميع أهل الخير كلهم أجمعين وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحقهم وبجائهم وبفضل القرآن. اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واقض هوائجنا واشف أمراضنا وأمراض من تعلق بنا يا شافي الأمراض. اللهم سلمنا من كل آفة ومصيبة ومرض ومشقة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم على خير خلقه سيدنا سامي وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن آمنة رضي الله عنها راتين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بشرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضدت مددت عيني لينظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدل وهو مكهول مدهول مختول ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابي وجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي أخفو عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن
وجوههم نقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر تست من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث هريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتما يحير عين الناظرين من شدة نوري أمل ابني وناول لصاحب استشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحب اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وبخاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الظلام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألف أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرافة وغاضت بحيرة صابت وأصبعت أسنام الدنيا كلها منقوصة ورميت الشياطين من السماء بشوب الثواقب وانبلج صبح الأكوبة لما كان يعمله كل كاذب وروي أن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنما من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينهرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد وقفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتعلما فأصبح الليل الذي كانوا فيه مغتما فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيا صنم العيد الذي صفى حوله سناديد من وفد بعيد ومن قرب حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تنكست مقلوبا فماذاك كلنا فمن حزننا قد رت العير بصحبي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا فما أنت في الأوثان بسيدي ربي حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله لا إله إلا الله تردى لمولود
أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، ونار جميع الفرس قد خمدت له، وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. فيا لقصي ارجعوا أن ظلاليكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحبي. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذهب المجد عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم. فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رأيت من أسماء آبائك؟ قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه. اللهم أشرقت شمسها في ذلك الصعيد. ولما كان وقت ظهور أسرائي وإشراق الكون بأنواري، وبينما آمنا رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فرية ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور. فأما الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور، فهجرتها أنواع الطيور وهي تسمع الازدهار واحتفالهم بقدوم الحبيب أمسى. وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. ومريضا أنت زائره قد غطاه الله بالفرج، صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج. فاز من قد كنت بغيته والسماء في يرفع الدرج، صل رب العالمين على
سيد الكونين والسرج فزمن قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بادلا في الحب محجته سامحا بالروح والمهجي صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدم والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محو من رئيل الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج سبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അർഹമുർ റാഹിമായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഓതിയ മൗലിദിനെയും പരിശുദ്ധ ഖുർആനെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മൗലിദിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ പാപങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്നും
വിട പറഞ്ഞു പോയവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. അവരെയും നമ്മളെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം അള്ളാഹു നമ്മെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ഓതിയതിൻ്റെ മിഥല് സവാബിനെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരും മഹദികളും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളുടെയും ഒക്കെ റൂഹിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അബ്ബു സുബ്ഹാന വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, രോഗങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു ശിഫയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും അള്ളാഹു പരിഹാരം നൽകുമാറാവട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെയും അള്ളാഹു തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ആഫത്തുകളെ തൊട്ട്, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട്, ആക്സിഡൻറ്റുകളെ തൊട്ട് ഒക്കെയും അള്ളാഹു നമ്മെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇസ്സത്തോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മൗത്താവാൻ നമുക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തിൻ്റെ അക്കുജാർ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിദിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, കൃഷികളിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ മക്കളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറും ബർക്കത്തും പുരോഗതിയും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവിധ ഷെറുകളെ തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തും ഖൈറും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മരണം വരെ ഇസ്സത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റാഹത്തും സന്തോഷവും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയും അതുപോലെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കന്മാർ, ഔലിയാക്കന്മാർ, മഹാന്മാർ, മഹദികൾ ഇവരൊക്കെ തെറി പറഞ്ഞ് അവസാനം ഈമാൻ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മെയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أكثر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق تشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأنهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناكع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من زال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.